ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هيا أيها الأخ الحبيب، أيها الابن الحبيب، أيتها الأخت الفاضلة، أنت لست ملكا مقربا ولست نبيا مرسلا، إن زلت قدمك وكثرت ذنوبك وتعددت معاصيك فهيا الآن عاهد ربك على التوبة. الله ينادي عليك، الله جل وعلا يفرح بك في أي ساعة من ليل أو نهار. احذر أن يصدك الشيطان عن العودة إلى الله تبارك وتعالى بحجة أنك قد ارتكبت من المعاصي والذنوب ما يحول بينك وبين التوبة أبدا. الله جل جلاله رحمته أوسع وعفوه أوسع وأعظم من أن تطرق بابه ثم يغلق في وجهك الباب. قم واطرح قلبك بذل وانكسار وقل بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك.